تقييمك ورأيك في الأداء الحكومي لعام 2014؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أن الأداء الحكومي يعني إحنا مو قاعدين نشوف شيء على أرض الواقع. اللي قاعد نشوفه أن يا أن تدخل الديوان الأميري في البنية التحتية والمشاريع الكبيرة ولا ما يصير شيء. مثال عندنا أستاذ جابر وبعض المشاريع الثانية الموجودة في الكويت اللي متعطلة. طيب رأيك كشاب كويتي باعتقادك وين الخلل وشنو المشكلة يعني اللي ممكن أن نحلها ونتجاوزها لحل الكثير من المسائل؟ والله شوف انا اقول لك شغله ان يعني هي بين الحكومه وبين يعني بعض اعضاء مجلس الامه والمتنفذين. يعني في بعض المتنفذين انه هو لازم انا اسوي المشروع ولا ما يمشي، لازم تكون محاصصه، لازم تكون يعني المناغصه ترسي علي ولا ما تمشي. فيعني العناد والحسد اللي بينهم هذا هو اللي موقف بعض المشاريع. طيب مطالبك كشاب كويتي توجهها للحكومه عبر محطه إيفاد؟ والله انا كشاب كويتي اطالب انها يعني الكويت تزدهر مثل الاول وترد مثل الاول، كانت رائده في جميع المجالات. حاليا احنا ايش قاعدين نشوف؟ ان الكويت مو مثل الاول، احنا نغلد العالم قبل العالم يغلدونا. كانت مشاريعنا رائده وسباقه، الحين احنا قاعدين نشوف غيرنا. يعني عندك قطر ما شاء الله نظمت كاس العالم، الامارات قاعده انت شايف دبي يعني بدون لا اقول لك اي شيء، السعوديه ما شاء الله استاد الجوهره في 9 أشهر يعني خلصوه. يعني أمور كثير على أرض الواقع، وأتمنى أن من الكويت ومن أعضاء مجلس الأمة والحكومة أنهم تعاونون فيما بعض على أساس أن ينهضون في هذه الدولة اللي عطت الكثير ونتمنى منها شيء كثير. في البداية أود أن أعرف رأيك أو تقييمك للأداء الحكومي في عام 2014. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحكومة 2014 يعني إحنا ما شفنا شيء، نسمع بالضرائب، نسمع بالأمور هذه كأنها تهديد، أما شيء يرجع المواطن أبدا ما شفنا شيء، كلها وعود، كلها يعني تمنيات، شيء فعلي ما شفنا. نسمع زيادة بس، زيادة ضرائب، زيادة ضغط على المواطن، هذا اللي نسمع بس، أما شيء يفيد المواطن أبدا ما شفنا من الحكومة أي شيء. ممتاز. طيب ودنا نعرف أبرز مطالبك كمواطن كويتي في هذه المسألة. والله المواطن الكويتي يطلب كثير، يعني مطالب الكويتي مو بالنسبة لي أنا، المطالب الكويتي من الإسكان، من تعليم، من صحة، يعني أمور كثيرة يطلبها المواطن. يعني الحين آخر تصريح قبل كم يوم بالجرائد يقول المستشفيات الولادة وهذا الناس حولت للخاص، ليش؟ ما حصلوا أي يعني في المستشفيات الحكومة يعني جودة أو اهتمام أو يعني كل التذمر، فاتجهوا الخاص. فهذا مطلب الشعب انه يهتمون في الحكومه اكثر، في المستشفيات الحكوميه، في المدارس، في التعليم. ليش توجهون الناس للخاص؟ ليش يضغطون على المواطن انه يدفع ماله؟ هذا بعض الاراء تقول هناك توزيع للبيوت الاسكانيه في المرحله المقبله، وبدات الحكومه في السعي بحل هذه المشكله. هل ترى بانها جاده بحل هذه المشكله؟ لا ابدا. يعني اللي نسمعه يقول على الخريطة، يعني أنت يعطيك موعد لغاية يعني 5 سنوات قدام، في 5 سنوات هذه كم طلب راح يجيك بالسنة؟ يعني أنت شو تسوي؟ بيقول لك بيطلع لك في 5 سنوات 200,000، في 5 سنوات هذه قبل لا تجيك 200,000 طالع العدد واصل 200,000، فنرجع ثاني مرة. فهذا أبدا مو حل. كانوا قبل يجهزون الأسكان ويوزعونها، أما الحين على الخريطة ويقول خلاص أنت عرفت بيتك بعد 5 سنوات تستلمه. زين انا الحين متبذل بالاجارات، شلون هذا؟ طيب الحلول باعتقادك، يعني رساله من مواطن كويتي للحكومه ببعض الحلول اللي موجوده عنده، شنو ابرز الحلول باعتقادك لحل هذه المشاكل؟ ابرز الحلول هذه ان ينزلون للشارع الكويتي، ينزل بصدق، مو ينزل بشعارات وينزل بالتلفزيون وكذا، ينزل بصدق للشارع، يتلمس ظروف المواطن، يصل المواطن يشوف ظروفه يحل، يحاول يعني يصدق مع نفسه، لا يوزع لنا يعطينا شعارات ويعطينا كذا ابدا، ما هذا ما راح ينفعنا. يقرب من المواطن، يحل بصدق، يعمل بضمير، يترك الشعارات الزائفه هذه. في البدايه ودنا نعرف تقييمك للاداء الحكومي في عام 2014. والله بكل صراحه يعني نشوف الاداء ضعيف وضعيف جدا، يعني والدليل على ذلك يعني جميع التردي في جميع الخدمات، والكل ملاحظ الشيء هذا. يعني ما يسلك اي واحد بالشارع راح يقول نفس الكلام. طيب باعتقادك شنو ابرز الحلول لهذه المشاكل؟ ان العمليه بسيطه جدا، ان يحطوا الرجل المناسب في المكان المناسب، يعني يحطون حكومه يعني تكنوقراط، يعني
تدير البلد بشكل صحيح. زي ما انت شايف الحين يعني كل جميع المستويات من سيء الى سيء الى سيء، يعني اليوم متى الحاله يعني هذا الشارع كله يسال السؤال هذا، اليوم متى الحاله هذا. ممتاز. طيب كمواطن كويتي شنو ابرز المشاكل اللي تعانيها؟ والله بالنسبه لي اتكلم عن الشباب، يعني الشباب الان بدا التوظيف، الاسكان، يعني مثل ما انت عارف يعني الصحه كل الكويتيين يعني المستوى سيء وسيء جدا، والتعليم يعني ما نبي نتكلم، يعني الامور كلها واضحه يعني بالنسبه للمجال هذا. خلينا نقول رساله من مواطن الى الحكومه، شنو رسالتك اللي توجهها للحكومه؟ والله نتمنى من الحكومه يعني انها تنظر لحال البلد ويكون هناك حلول جذريه لجميع المشاكل. هذا الكل ما نتمناه، ونتمنى دائما ان الكويت تكون افضل بلد على وجه على بالكون كله صراحه. يعني في البدايه ودنا نعرف تقييمك للاداء الحكومي في عام 2014. بالنسبه ل يعني تقييم الاداء الحكومي انا اشوفه يعني كان ممتاز جدا من جميع النواحي، ما اشوف انه في تذمر يعني من المواطنين، كل شيء متوفر، القوانين اللي قاعد يحطونها، فكل شيء الحمد لله. طيب البعض يقول هناك مشاكل صحيه، هناك مشاكل في التعليم، تقييمك لهذه الاراء؟ الصحه في ناس تكلموا وايد، بس انا ما اشوف يعني انها مشاكل يعني كبيره، يقدرون يعني يتداركونها، ومشاكل بسيطه، بس في البعض انه مثل ما تقول يكبر المشاكل هذه. بالتعليم نفس الموضوع، اشوفهم يعني قاعد يجتهدون بالعكس، حتى المناهج حلوه ما فيها يعني صعوبه ولا. اذا باعتقادك هناك توجه اصلاحي من الحكومه لحل الكثير من المشاكل الجذريه؟ كثير كثير، انا اشوف الحكومه يعني مو مقصره صراحه بامور كثيره، وجميع المشاكل ان شاء الله، بس في بعض المشاكل تبي وقت، بس بعض الناس تبي يعني كل شيء بسرعه، يعني مستعجلين بالحل. في البدايه ودنا نعرف رايك وتقييمك للاداء الحكومي في عام 2014. والله رأيي بالحكومة ب 2014 أقول الله يعطيهم العافية، والله يوفقهم، والله إن شاء الله يسهل أمورهم إن شاء الله ولا قصروا. طيب في البعض يرى بأن هناك مشاكل في وزارة الصحة، في وزارة التعليم وغيرها من الوزارات، تعقيبك وتعليقك على هذه النقاط؟ لابد أن يكون اللي يعمل لازم يكون في أخطاء، ولكن إن شاء الله يتجاوزون الأفضل إن شاء الله. باعتقادك هل توجد او يوجد خلل في بعض الوزارات يجب اصلاحه، وان كان فوين تشوف الخلل؟ خلل يعني نفس شنو خلل؟ يعني مثلا البعض يتذمر يقول لا توجد هناك مستشفيات، البعض يتذمر يقول بان التعليم تدنى الى ادنى مستوى بارائهم طبعا، ردك عليهم في هذه المسألة. والله ردي يعني اقول لك الحين بالعصر بالوقت الحاضر هذا ما في احد مو متعلم، وانت اعتقد توافقني على هذا الراي. وبالنسبه للمستشفيات افضل مستشفيات بالعالم داخل الكويت، ولكن الزحمه بكل مكان. ولكن يعني بالنسبه للدكاتره ممكن شوي، يعني انا اقول ان الدكاتره الملاحظه على الدكاتره، ولكن مو كل الدكاتره، في دكاتره يعني عندنا زينين. والحمد لله على كل حال. وان شاء الله للاحسن ان شاء الله. ممتاز. ودنا نعرف رسالتك اللي توجهها للحكومه. اقول الله يعطيهم العافيه، والله يوفقهم، والله يثبتهم. بالبدايه ودنا نعرف رايك وتقييمك للاداء الحكومي في عام 2014. والله ان شاء الله يعني الواحد يقول ان امورهم زينه، في بعض الملاحظات يعني الواحد بعد يشوفها بالتلفزيون، عندك التنميه وعندك في امور في اخطاء واجد يعني، فندري منهم انهم يصلحون يعني. مو يعني ناس ينظرون الى الوراء، يعني المستقبل يكون في بعض الملاحظات، ما في شك ان الواحد في خطا عنده، بس نبي الزياده يعني. طيب. اهم شيء يعني يكون الافضل. البعض يتذمر يقول بان التعليم يتدنى، الصحه تتدنى، تعقيبك على هذه النقاط؟ طبعا ما في شك ان الصحه في ملاحظات عليها، وفيها يعني اخطاء كثيره، لان الناس الحين قاعد تتجه على الخاص لانه مراقبه، مع ان يعني الحكومه افضل لك علاج وكل شيء، بس وين المراقبه عليه؟ وهذا افضل شيء. والتربيه طبعا فيها اخطاء بعد نفس الطريقه، بس يبي لها مراقبه يعني، هو لا اكثر ولا اقل. رسالتك اللي توجهها للحكومه الكويتيه؟ اوجهها اقول يعني نبي الافضل لنا، يعني على قولتهم انتم حكومتنا يعني، ونبي شيء الافضل والاحسن لشعبنا. بس في البداية ودنا نعرف رأيك وتقييمك للأداء الحكومي في عام 2014. والله تقييم الحكومي 2014 يعني الأمور الحمد لله أحسن من أول وايد، ولكن نبي أن الحكومة تعطي وتنجز، كل ما أنجزت كل ما الشعب هم يساعد الحكومة،
هذه واحدة. الثانية إن في بعض الثغرات شوية يكون خافية على الحكومة بالنسبة للتعيينات وما التعيينات والبطالة وما البطالة والحالة الاجتماعية للأسر اللي هي الأرامل والمطلقات. يعني شو التفتون على البيت الزكاة بنك التسييف والادخار بالنسبة للوضع الإسكاني والوضع الاجتماعي يعني في أشياء ثانية. أبرز المشاكل اللي تعانيها شخصيا ودك توجه فيها رسالة للحكومة الكويتية؟ والله بالنسبة لي أنا كحنا كمرضى وكبار بالسن نعاني من هالشيء هذا. بالنسبة أن الحكومة تلتفت علينا خاصة كبار السن والمواقف المرور ما مقصرة بعد يعني شوية هم ورحمتنا بالمواقف هذه. كل واحد يجي يوقف مكان المعاقين وكبار السن لجي تحس تدور لك مكان ما تلقى. والحكومة الله يهداها شوية هم شادة بالنسبة للمرور علينا خاصة وايد ناس قاعد تمشي بدون أي شيء. يعني عندك مطالب خاصة توجهها للحكومة؟ والله عندي مطلب للحكومة يعني خاص. أول شيء إن أبي وجهونا يعني وجهون الحكومة للمتقاعدين كبار السن لأن إحنا ظروفنا عندنا علاج بالخارج ما نحصل ونبغى نحصل علاج بالخارج يعني على قول بشق الأنفس يلا نحصل العلاج بالخارج. وعسى الله يعز حكومتنا وأميرنا طبعا الحمد لله مو مقصر ومعطي يعني مو مقصر بس إن الناس هم ما ترحم. قواك الله ويعطيك العافية حبيبي. أنت عزيز وغالي والله عز حكومتنا وحافظها لنا وحافظ لنا أميرنا تحت قيادته وتحت ظله إحنا عايشين بنعمة وخير والحمد لله أن نروح هني وقاعد نمشي أحسن من غيرنا الحمد لله نحمد الله. في البداية ودنا نعرف رأيك وتقييمك للأداء الحكومي في عام 2014. والله أنا أشوف عادي متواضع جدا يعني ما في شيء مميز يعني عادي. طيب شنو أبرز الأشياء اللي تشوفها غير مميزة في الأداء الحكومي؟ غير مميز والله يا أخي أنا مو متابع سياسة يعني عادي. طيب بالنسبة للصحة للتعليم هل تشوف أنها قاعدة تتطور ولا ما زالت على ما هي عليه؟ والله هي ما أشوفها تطور ولا أشوف أنها راح تتطور يعني مكانك راوح. طيب رسالتك كمواطن توجهها للحكومة شنو أبرز الرسائل اللي ودك توجهها وتخاطب فيها الحكومة؟ والله أنا ودي أشد على إيدهم وأقول لهم طالعونا بعيونكم الاثنين مو عين واحدة طالعونا بعيونكم الاثنين. في البداية ودنا نعرف رأيك وتقييمك للأداء الحكومي في عام 2014. والله الرأي مثل ما نشوف أن المستوى جدا متردي لكن يعني الإنسان يتفاعل ويعني التشاؤم ما منه فايدة لكن تفاعل والإصلاح هو المطلوب وإن شاء الله أن المستوى يتحسن لكن المستوى الآن ما يبشر بخير. طيب نبي أبرز مطالبك كمواطن في للإصلاح الحكومي. والله أهم شيء عندي التعليم. التعليم هو اللي يبني الوطن هو اللي يبني الأجيال فأشوف أن التعليم في وزارة التربية جدا جدا متردي إما يشد لأقصى اليمين أو أقصى الشمال ما في يعني حل وسط. هل لديك رسالة توجهها للحكومة للمزيد من التقدم؟ والله استعينوا بالخبرات ودعنكم سالفة الوساطة والمعارف يعني الخبرة هي اللي تقيم الأداء أكثر. في البداية ودنا نعرف رأيك وتقييمك للأداء الحكومي في عام 2014. والله الأداء الحكومي 2014 سيء جدا يعني سيء جدا يعني ما شفنا إنجازات ولا تنمية ولا شيء كله كلام فاضي يعني وحتى المجلس معاهم بعد كله كلام فاضي ما في إنجازات كلش. طيب أبرز مطالبك كمواطن كويتي اللي توجهها للحكومة؟ مطالبي كمواطن أنا كويتي أطالب في التنمية الصحة التربية الخدمات ما فيه كلش. أنت شايف الحال البلد طيب واقف على البلد شو الدول اللي حوالينا الخليج اللي هي قطر قطر إحنا أقدم من دولة قطر 30 سنة الإمارات أقدم منها إحنا كان الإمارات يدرسون عندنا في الكويت هني شو تعدونا العالم حتى الحين تعدتنا إحنا دولة لا تنمية ولا شيء يعني شبابنا وعيالنا ضاعوا في المخدرات ضاعوا في الأمور في كل يوم نسمع في الأخبار في الجرائد صيد مخدرات هذا ما كنا نسمع فيها قبل. هل لديك رسالة توجهها للحكومة الكويتية؟ نعم أوجه رسالة نعم إنها تستغل الحكومة بكبرها كلها يعني ما في حكومة كم قاعد على كرسي ويقول لك أنا أنجزت سرقات نهب مناقصات بدون أي محاسبة العالم يعني ما حد فيها يعني شيء كل العالم ضاعت بل ضاعت